السلام عليكم. هنبدأ في الفيديو النهاردة نتكلم على الفلويد داينامكس. اتفقنا على معنى كلمة فلويد ان احنا بنتكلم على ليكويد او بنتكلم على جاز. نتكلم على ليكويد او بنتكلم على جاز زي المية، الزيت، الاير، كل الحاجات دي بالنسبة لنا الفلويد. والداينامكس يعني بتكلم على ان الفلويد بتاعي ده بقى بيتحرك، يبقى الفلويد ان موشن. طيب طبعا انواع الفلو، انواع الفلو متعدده وكتير جدا، فاحنا هنشتغل مع حاجه اسمها الايديال فلو. الايديال فلو، الايديال طبعا يعني مثالي. الايديال فلو ده بنتكلم على سريان مثالي. في السريان المثالي ده بنفرض شويه شروط، واهم الشروط دي إن أول شرط فيهم إنه بتكلم على إن الفلويد بتاعي incompressible. يعني إيه incompressible؟ يعني فرضين إنه غير قابل للانضغاط، إن الرو بتاعته بتساوي constant، الكثافة بتاعته ثابتة، وإن هو لا ينضغط، يعني الكثافة بتاعته عند أي نقطة بتساوي constant. بنتكلم على إن الفلو بتاعنا ده non-viscous. الفلويد بتاعنا نون فيسكس معناه انه هو غير لزج. غير لزج يعني فرضين انه ما فيش اي قوه فيسكوزتي، او اللي هي قوه اللزوجه بين الطبقات بتاعه السائل، زي الووتر كده. الووتر بالنسبه لنا سائل مش لزج، نون فيسكس. وبنفرض كمان ان الفلو بتاعنا يكون ستيدي يعني مستقر. يعني انا خلاص فتحت مثلا الأنبوبة الحنفية بتاعتي مثلا، وخلاص المية اللي داخلة من هنا بقالها مدة بتسري ومستقر الفلو. يعني السرعة عند مقطع معين أقدر أحددها وأقول إن كمية مقدار السرعة ثابت عند مقطع معين، مش بيتغير مع الزمن. خلاص في معدل معين ماشي، والمعدل ده ماشي ومنتظم. بنتكلم كمان على إن المولوكيولز أو الجزيئات بتاعة الفلو بتاعنا، بنقدر نوصف الفلويد بتاعنا والسريان، نقدر نوصفه بحاجة اسمها خطوط السريان. يعني أجي أقدر أتخيل الشكل ده معايا كده، أتخيل إيه اللي حاصل هنا. هتخيل إنه الجزيئات بتاعة المية أو السائل ورا بعضيها هنا، كل مجموعة ورا بعضيها أقدر أفرض إن هي ماشية في لاين. اللاين ده بنسميه ستريم لاين، يعني بالعربي خط سريان، خط سريان، خط سريان السائل. طب وكل مجموعه مولوكيولز تانية او جزيئات تانية بعديها عامله لي برده خط سريان، خط سريان. يبقى اذا الميه كان الجزيئات بتاعتها ماشيه، البارتكلز بتاعتها ماشيه بالترتيب بالطريقه دي، وعامله لي خطوط خطوط خطوط. طب لو انا عايز اجيب الفيلوستي او السرعه عند اي نقطه تعمل ايه؟ تعمل تانجنت او اللي هو مماس لخط السريان بالطريقه دي. لو انا عايز اجيب مثلا الفيلوستي عند اي نقطه هنا كده، اقوم جاي عامل تانجنت مماس لخط السريان هنا، ابقى جبت الفي. ده بالنسبه لنا الفلو ده هو اللي احنا هندرسه وهنركز عليه. وهندرس بالنسبه للداينامكس هندرس معادلتين اساسيين. المعادلتين دول أول معادلة فيهم اسمها الكونتينيوتي إيكويشن، الكونتينيوتي إيكويشن، والمعادلة الثانية اسمها برنوليز إيكويشن. الكونتينيوتي إيكويشن بتتكلم عن إيه؟ ببساطة كده هي معناها معادلة الاستمرار بالعربي، معادلة الاستمرار. يعني الفلويد بتاعي مستمر، ماشي منتظم، ماشي مستمر. هتخيل إن أنا عندي تيوب صغيرة زي كده، وتعالى نتخيل ايه معنى الاستمرار، ايه معنى ان الفلويد بتاعنا ماشي منتظم او ماشي مستمر بانتظام. معناها ان انت لو عندك كمية معينة من المية او فوليوم، حجم معين من المية، الفوليوم اللي انت هتدخله او حجم المية اللي هتدخله من هنا هيروح فين؟ ما هو هيمشي يسري في الانبوبة دي ويطلع من الناحية دي. يبقى احنا متخيلين ان لو احنا في معدل حجمي، في حجم بيدخل كل ثانية من المية من هنا، والمية مش هتتخزن في الأنبوبة، مجرد هتمشي فيها وتطلع، لازم نفس الحجم ده يخرج لنا كل ثانية من الناحية الثانية. ده معنى معادلة الاستمرار. إن أنا لو فرضت إن أنا عندي 2 متر مكعب
في الثانية بيدخل من الطرف ده لازم يطلع من هنا 2 متر مكعب لكل ثانية من الناحية الثانية. طب هنثبتها ازاي وهنحسبها ازاي؟ ازاي هنحسب المعدل ده؟ ازاي نقدر نحسبه؟ وازاي نقدر نثبت ان اللي دخل ده هو اللي خرج بالماثيماتكس؟ احنا فاهمينها من ناحية الفيزيكس، لكن عايزين نثبتها دلوقتي بالمعادلات والإكويشن. ازاي احسب المعدل ده اللي هو المعدل الحجمي؟ قد ايه حجمه بيخرج كل ثانية؟ وهثبت الكونتينيوتي إكويشن. نشوف مع بعض هنثبتها ازاي. تعالى نثبت مع بعض الكونتينيوتي إكويشن، هي أول معادلة مهمة بالنسبة لنا في الفلويد داينامكس. أفرض إن أنا عندي بايب أو تيوب أو أنبوبة بالمنظر ده، وإنها ما هيش منتظمة المقطع، الكروس سكشن أريا بتاعها بيتغير، وبالتالي عندنا عند الأريا هنا أريا اسمها A1، وهنفرض إن سرعة المية عند الجزء ده هسميها V1. يبقى الـ V1 اللي موجود على الرسم دي هنا هي speed، السرعة speed أو الـ velocity. أفرض إن المية ماشية هنا جوه الأنبوبة دي بـ velocity اسمها V1، وإن أنا عندي T بيساوي صفر، كنت مراقب الوجه ده من المية عند T بيساوي صفر، شفت كأني شايف المية بتتحرك. بعد زمن دلتا T هلاقي إن الوجه ده جالي، الوجه الأسود ده اتحرك في المية وجت عند الحتة دي. احنا قلنا ان الميه ماشيه في السكشن ده ماشيه بفيلوسيتي اسمها V1. هل نقدر نحسب المسافه اللي تقدمتها الميه لقدام؟ الميه طبعا بتتحرك في الاتجاه ده، عشان كده هي اتحركت لقدام. ده اقدر اقول عليه الدايركشن اوف فلو، الدايركشن اوف فلو او اتجاه السريان، اتجاه سريان الميه، ده اللي خلى الميه تتقدم كده. هل اقدر احسب المسافه اللي اسمها دلتا X1، المسافة اللي تقدمتها المية؟ أنا هفرض إن هي مشيت المسافة دي خلال زمن اسمه دلتا تي، أفتر زمن تايم اسمه دلتا تي، حصل الكلام اللي إحنا بنقول عليه ده، الوجه الأسود ده تقدم لقدام كده. يبقى نقدر نحسب الدلتا إكس إنها السرعة V1 أضربه في الدلتا تي، السرعة في الزمن يديني الديستانس اللي اسمها دلتا X1. طب يا ترى المية لما تقدمت كده لقدام ومشيت كده، هل هتقف ولا هتفضل مفروض مكملة في الأنبوبة؟ هتكمل هتكمل هتكمل. هتخيل إن أنا كمان كانت عيني هنا على مقطع تاني اسمه اللي هو الحتة دي زي الأسود اللي هنا، كانت المية واصلة للجزء ده بس، كانت المية واصلة لهذا الجزء، ده الأسود ده قصاد الأسود ده، التي بيساوي صفر، كان عندي مراقب وأنا حاطط عيني على الجزئين دول. ايه اللي حصل بقى للميه الناحيه دي بعد زمن دلتا تي؟ بعد زمن دلتا تي، طب ما هي كمان المقطع ده كل الميه ماشيه في الانبوبه، يبقى هو هيحصل تقدم لكل الميه دي، تمام؟ هتفضل ماشيه ماشيه، تيجي عند المقطع ده هنسمي السرعه بتاعته بسبيد، برضو هنسمي السرعه بتاعه الجزء ده سبيد، هنسميها V2. ليه ما اقدرش اسميها V1؟ لاني ما اعرفش السرعه ثابته ولا بتتغير. احنا هنسمي هنا سرعه سبيد V1، وسبيد او فيلوسيتي الثانيه اسمها V2. وهفرض انه خلال الزمن اللي اسمه دلتا تي الميه اتقدمت لقدام هنا، وصلت لحد الفيس ده زي ده كده بالظبط، زي ما قلت انها هنا اتحركت من الاسود للاحمر، اقول انها هنا برضو اتحركت من الاسود للاحمر، يبقى الميه مشيت المسافه دي اللي اسمها دلتا X2. طب نحسب دلتا X2 ازاي؟ ما هي دلتا X2 اقدر احسبها برضو السرعة 2 بنفس الفترة الزمنية دلتا تي. يبقى اذا المية كانت initially هنا ما بين الاسود والاسود ده، كأني كنت حاطط عيني على المقطع ده والمقطع ده مع بعض، خلاص؟ وبعدين لما الزمن مر دقات تي يساوي صفر، ولما الزمن مر دلتا تي اللي حصل للمية بتاعتي ايه؟ اتقدمت هنا وصلت للجزء الاحمر ده للجزء الاحمر ده، ادي اللي حصل معانا. طب ما هو الفوليوم بتاع الميه احنا قلنا هي incompressible، يبقى المفروض فوليوم الميه الجديد اللي هو من الاحمر للاحمر هو نفسه زي فوليوم الميه القديم اللي هو من الاسود للاسود، بس الجزء اللي هنا ده مشترك، الجزء اللي في النص ده اللي معمول بالجري ده موجود في الناحيتين، موجود من الاحمر للاحمر وموجود من الاسود للاسود،
يبقى أنا أقدر أقول إن كتلة المية اللي موجودة هنا، كتلة المية اللي موجودة هنا اللي حصل في النهاية معايا، إن كتلة المية اللي موجودة هنا أو الفوليوم بتاعها أقدر أبص لها على إنها كتلة أو حجم، لأن إحنا قلنا هو incompressible. ظهرت لنا الناحية دي، ظهرت لنا في الناحية دي، يبقى أنا هقول إن الكتلة بتاعة الجزء اللي هنا ده بالأخضر اسمها M1، والكتلة اللي موجودة هنا اسمها M2، وهبدأ المعادلة بتاعتي إن أنا أقول conservation of mass، الكتلة ثابتة، الكتلة ما اتخزنتش، الكتلة بس اتقدمت ومشيت لقدام، يبقى M1 هو قد M2، اللي هي نفسها تقدر تعبر عنها إن الفوليوم واحد هو نفس فوليوم 2. ليه؟ لأنه الرو اللي هي بتربط لي الكتلة بالحجم، أنا عارف إن الرو بتساوي الماس على الفوليوم، يبقى أقدر أشيل الماس دي وأحط مكانها إيه؟ رو في فوليوم واحد، وأقول بتساوي وأشيل دي وأحط مكانها رو في فوليوم 2. طب ليه قلت الرو ما قلتش رو 1 وقلت رو 2؟ إحنا قلنا إن إحنا بنشتغل مع incompressible fluid، يعني الرو بتاعته ثابتة. يبقى اللي باقي لنا هو إننا نعوض عن فوليوم واحد. الفوليوم واحد ده عبارة عن إيه؟ حجم السلندر اللي أنا رسمها هنا كأنها أسطوانة، كأنها أسطوانة، طولها دلتا إكس، ومساحة المقطع بتاعتها إيه؟ واحد. يبقى هنضرب دلتا إكس 1 في الأريا اللي اسمها A1، وهنيجي نحسب السلندر اللي موجودة هنا بنفس الطريقة، دي الأريا بتاعتها A2، وعندنا الدلتا إكس 2. بس الدلتا اكس 1 والدلتا اكس 2 احنا بقينا عارفينهم، عارفين قيمتهم كام، يبقى هنظبط نعوض عن دلتا اكس 1 ب V1 بدلتا تي A1، دول الثلاث حاجات مضروبين في بعض، هيساوي A2 بدلتا اكس 2 اشيلها واحط مكانها V2 دلتا تي. طب ما هي الدلتا تي هي نفسها الدلتا تي، لان الميه اللي زحزحت من هنا في زمن دلتا تي هو نفسه اللي اتحركته لقدام هنا، هي نفس الدلتا تي، انا اقدر اشطب دلتا تي مع دلتا تي. يوم ده يوصلني لايه؟ يوصلني المعادلة ظريفة قوي بتقول لك انه A1 حاصل ضرب الـ A1 في الـ B1 هو نفسه الـ A2 في الـ B2. طب ده معناه ان انت لو حسبت الكمية دي عند مقطع واحد زي لو حسبتها عند مقطع اتنين. طب ما تيجي نشوف الكمية دي اليونتس بتاعتها ايه؟ ناخد الاريا نشوف هي متر سكوير، دي اريا، والفي متر بير سكند، يبقى لما اضرب الاثنين دول في بعض هيطلع لي ايه؟ متر كيوب بير سكند. يعني ايه متر مكعب على الثانيه؟ ده فوليوم على الثانيه، ما هو ده اللي انا كنت عايز احسبه، الحجم اللي بيعدي في الثانيه، الحجم اللي عدى المقطع ده في الثانيه الواحده، حسبته بالطريقه دي ان تضرب اثنين في بي اثنين، أو الحجم اللي بيعدي من المقطع ده في الثانية الواحدة تحسبه إن هو E1 في V1. تبقى معادلة الاستمرار أو الـ continuity equation أو equation of continuity، أقدر ما دام الكمية دي حصل ضرب ده في ده ثابت، هو ده الـ Q، هو ده الـ flow rate اللي أنا كنت عايز أحسبه، الـ Q اللي هو هنسميه flow rate، اللي هو بالعربي المعدل الحجمي. المعدل الحجمي لسريان الميه عباره عن حاصل ضرب الاي في الفي. تاخد بقى الكلام ده عند مقطع واحد، يبقى عندك اي واحد في بي واحد، تحسب عند مقطع اثنين، اثنين في بي اثنين، حاصل الضرب ده عند اي مقطع بيساوي ثابت، يبقى انا اقدر اقول ان اي في بي بيساوي كونستانت، بيساوي ثابت، الثابت ده اللي هو ايه؟ حجم الميه اللي بيعدي في الثانيه من عند المقطع واحد، زي حجم المياه اللي بيعدي عند مقطع 2، زي حجم المياه اللي بيعدي عند مقطع 3، المياه مش هتتخزن في الأنبوبة. يبقى احنا لو جينا نحاول نعمل مثال عددي بسيط كده نتخيل بيه المعادلة دي هتتطبق ازاي، هتخيل ان انا عندي أنبوبة كده ومساحة المقطع بتاعتها بتتغير، ومساحة المقطع هنا مثلا للسهولة كده هتخيلها 1 متر سكوير، ادي الاريا واحد، وإريا 2 كبيرة زي ما أنت شايف مثلا 5 متر سكوير، والمية معدية من هنا، أدي السرعة الأولانية 5 متر على الثانية، يبقى يا ترى المية هتعدي من هنا بسرعة كام؟ لازم هتلاحظ إنه لما نفكر هنلاقي إنه الضرب الواحد في 5 هنا أول، هنعمل 1 في 5، ده هو الكيو، الكيو اللي داخلة من هنا 5 متر كيو في الثانية.
يبقى لازم السرعه هنا تكون 1 متر بير سكند، علشان حصل ضرب ال 1 في الخمسه ده يديني نفس الفيو، كميه حجم الميه اللي هيخش من الانبوبه دي لازم يكون قد الفوليوم بتاع الميه اللي هيخرج من الانبوبه هنا. وبالتالي الكيو هتلاحظ ان احنا بنحسبها على ان هي الاي في البي عند اي مقطع، عند اي سيكشن او عند اي مقطع اقدر احسب الكميه دي واقول ان انا كده حسبت الفلو ريت. الابلكيشن طبعا بتاع الكلام ده واشهر حاجه ليها، اشهر حاجه ليها هي الفكره بتاعت لما بتمسك الخرطوم ده وتبقى عايز الميه تخرج بفيلوسيتي كبيره، عايز تكبر الفي، عايز تكبر الفي، فبتعمل ايه في الكروس سكشن اريا؟ بتصغر الاريا جدا، تيجي تضغط على الانبوب من هنا بحيث ان الفوليوم لازم يفضل هو هو. الميه هتعمل ايه لما تقابل سكشن ضيق وهي كلها عايزه تخرج بنفس الريت؟ لازم المولكيولز ولازم جزيئات الميه تلحق تزود سرعتها بسرعه عشان تلحق تعدي من المقطع الضيق ده. يبقى لما الاريا بتصغر الفيلوسيتي بتزيد، والعكس في حاله طبعا ان انا عندي معدل سريان ثابت، ان هو الفكره بتاعت ان الفلو بتاعنا ستيدي، فكميه الميه اللي بتدخل من مقطع قد كميه الميه اللي هتخرج من المقطع الثاني. وكده احنا شرحنا الكونتينيوتي ايكويشن. اشوفكم ان شاء الله المره الجايه على خير، نكون هنشرح الجزء الثاني. ثانك يو، باي باي، السلام عليكم.